السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة التناصح. قالت وكالة بشرى النطق الإعلامي باسم سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي الاثنين أن قوات السرايا ما زالت تسيطر على منطقة المجرون، ونفت ما تناقلته القنوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة، وذلك على انسحاب قوات السرايا منها. الوكالة ذكرت أن السرايا تحافظ على جميع تمركزاتها بالأماكن التي سيطرت عليها، وأنها تسير بخطى ثابتة وفق الخطة العسكرية المتبعة، كما أضافت أنه لا صحة للانتصارات الوهمية التي تنشرها القنوات التابعة لمجرم الحرب حفتر حسب ما ذكرت الوكالة. يشار إلى أن سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي سيطرت في الفترة الأخيرة على عدة مناطق غرب مدينة بنغازي. أكد مصدر إعلامي من مدينة مصراتة سقوط شاهدين وإصابة 9 آخرين في صفوف قوات الثوار، وذلك خلال الاشتباكات ضد ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب سرت. المصدر قال إن الاشتباكات دارت في المحورين الجنوبي والشرقي ليلة الأحد، مضيفا أن قوات الثوار صدت هجوم عناصر التنظيم بمحيط قاعات وقادوغو واستعملت فيه الأسلحة الثقيلة. وأضاف المصدر أن قوات الثوار لا زالت تحاصر مجمع قاعات وقادوغو ومستشفى ابن سينا وسط مدينة سرت. شنت مقاتلات حربية تابعة لقوات الثوار الاثنين غارات جوية على مجمع قاعات وقادوغو بالصواريخ، حيث سمع دوي القصف في ضواحي مدينة سرت. وقال مصدر عسكري بغرفة عمليات الطوارئ سلاح الجو التابع لقوات الثوار أن الطائرات الحربية قصفت مواقع لما يعرف بتنظيم الدولة، وذلك في العمارات السكنية بجامعة سرت ومحيط ميناء المدينة، حيث يتحصن مسلحو التنظيم بحسب المصدر العسكري. وأضاف المصدر أن طائرة أخرى حلقت فوق المدينة لمراقبة تحركات عناصر التنظيم المحاصرين، بما في ذلك قطع التيار الكهربائي والإمدادات ومياه الشرب عنه. قال الناطق باسم فرع الهلال الأحمر بجدابية منصور عاطي إن الهلال الأحمر انتشل ظهر الاثنين 10 جثث من مقبرة جماعية جنوب مدينة جدابية بحضور الطب الشرعي. وفي موضوع آخر أكد عاطي أن مكتب البحث عن المفقودين التابع لفرع الهلال الأحمر بجدابية قد تلقى الأحد بلاغا عن فقدان موظفين اثنين بشركة الكهرباء في جدابية، وذلك في منطقة السلطان، حيث كانا في مهمة عمل لتفقدي أبراج الضغط العالي. يشار إلى أن فريق إدارة الجثث والرفات بفرع جمعية الهلال الأحمر بجدابية قد انتشل في 13 يوليو الجاري 3 جثث متحللة من موقع يبعد 7 كيلومترات جنوب منطقة النوفلية. وفي الخبر الأخير، حيث أكد مدير إدارة امتحانات طرابلس محمد العروسي أن نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لن يتم الإعلان عنها إلا بعد 2 أسبوع، نافيا ما يتم تداوله من أنباء تفيد انتهاء تصحيح أسئلة الشهادة الإعدادية. العروسي أوضح الاثنين في تصريح لوكالة أنباء التضامن أن نتيجة الشهادة الإعدادية لن تكون جاهزة إلا بعد 2 أسبوع أو أكثر، وذلك بسبب عزوف بعض المعلمين عن تصحيح السؤال المقالي. وأشار وزير التعليم إلى أن عزوف المعلمين عن التصحيح كان بسبب عدم دفع مستحقات تصحيح امتحانات السنة الماضية. ختام الموجز، إلى اللقاء.